سينما الحمراء عرق وأقدم صالات السينما بمدينة سور اللبنانية، شهدت العصر الذهبي للسينما والمسرح في لبنان. رواد المسرح والفن اللبناني والعربي وقفوا على هذا المسرح وقدموا عروضهم الفنية. دوريد لحام، محمود درويش، وريمون جبارة الذي كرم في الدورة الثانية لفعاليات مهرجان سور المسرحي الدولي. إنعاش السينما الحمراء بعد إغلاق دام أكثر من 30 عاماً، مبادرة تبناها المخرج والممثل المسرحي اللبناني قاسم اسطنبولي. اليوم عم نركز على الشباب بهذا المهرجان، إضافة للممثلين اللي هن يعني صاروا فترة بهالمجال. يعني اليوم هذا المهرجان عم يكون تحية لريموج بار اللي هو مسرحي لبناني. اسطنبولي نظم هذا المعرض الدولي للمسرح ليلقي الضوء من خلاله على أهمية فنون الدراما في مدينة سور وإعادة فن المسرح إلى الجنوب اللبناني المهمش. مسرح وسينما الحمراء أغلق عام 89 بسبب الحرب الأهلية اللبنانية. إعادة فتح المسرح وصفت بالخطوة المهمة وربما فرصة تشجع إحياء مسارح لبنانية أخرى مهمشة. شغلة عظيمة أنه ترمم هيدا المكان وفتح مسرح اسطنبولي بهيدي الخطوة الجيدة، بس أنه شغلة مهمة أنه يكون في مكان يقدموا فيه الفنانين والمخرجين أعمالهم، مش بس بصور، بصيدا فيش مسرح. افتتاح المسرح لاقى استقبالا رحبا من سكان مدينة سور، المدينة التي ذاقت الأمرين بين حرب أهلية وغزو واجتياح إسرائيلي. نقلة نوعية، يعني شو نحن بمدينة مثل مدينة سور إلى عرقتها وما فيها مسرح. وعلى فكرة أنا ما كنت أعرف إنه هيدا المسرح بالذات له هيدا التاريخ. يعني أول شيء فوجئت يعني بهيدا الشيء. شغلة تانية صار عندي هيك فرحة كتير كبيرة إنه في ناس مهتمة إنها ترفع هيدا المكان لأفضل. مهرجان سور المسرحي الدولي يعد إنجازاً تاريخياً رغم الصعوبات والتحديات وعدم وجود أي دعم أو تمويل، فاستعادة ذاكرة مدينة من خلال السينما ومسرح هو مجهود يستحق العناء.